السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني قد أصدر سلسلة بيانات حول ما يسمونه فيروس كورونا، بدأها منذ عامين وحتى الآن وهو يصدر البيانات من قبل الحدث في شأن الفيروس. وعليه نود أن نلفت عناية متابعي قناة الرسالة التابعة للإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني بأننا بصدد تنزيل جميع بيانات السلسلة على القناة من أول بيان وإلى آخرها، وهو ليس الأخير، فمن أراد معرفة الحق ويبحث عنه فسيجده هنا في بيانات الإمام المهدي الذي أنتم له منتظرون، والذي جاءكم بالنبأ العظيم وأنتم عنه للأسف معرضون. وإذن لتعرفوا أكثر حول ما يجري في العالم من حرب الله المناخية والكورونية، تابعوا ما توافيكم به القناة.